الله وبركاته. أهلا بكم، معاكم نجلاء فتحي، استشاري الصحة النفسية وعلاج بالطاقة الحيوية. أهلا بكم في طريق السعادة اللي هنتكلم فيه عن كل شيء يخص الصحة النفسية. هنتعلم الأسلوب الصحيح في التفكير، وهنتعلم كيفية تحقيق الأهداف، وكمان هنعرف كل شيء يخص العلاقات الزوجية، وكمان كيفية معاملة المراهقين وتربية الأطفال والطاقة الحيوية. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو كيفية القضاء على الخوف جوانا. الخوف من الحسد، الخوف من السحر، الخوف من المرض، الخوف من الفشل، الخوف من الفقر، الخوف من مواجهة الناس أو من كلام الناس، أيا كان نوع الخوف. هنعمل حاجة بسيطة قوي، وياريت كلنا نجربها، لأنها حاجة بسيطة لكنها كبيرة جدا جوانا في المعنى والإحساس. هنفرد سجادة الصلاة، وهنتخيل أن في ورقة صغيرة جدا جدا على سجادة الصلاة مكان ما بنسجد، والورقة دي مكتوب عليها اللي سحر لي واللي حسدني والأمراض اللي أنا بعاني منها، وخوفي من فلان، وخوفي من علان، وخوفي من الفقر، وخوفي من أي مشاكل ممكن نخاف منها، أي أنواع المشاكل أيا كان يعني. طيب هنتخيل حتة الورقة الصغيرة دي على سجادة الصلاة، وإحنا بنقول الله أكبر من قلبنا. لما نستشعر كلمة الله أكبر جوه قلبنا قوي، يعني معنى كده إن الله أكبر جواك بتكبر وحاسس بيها قوي، فربك هيفجر لك كل اللي انت خايف منه ده، لان انت بتقولها من قلبك فعلا. انما لو قلت يا ربي انا خايف، انا محسود، انا مسحور، انا عيان، انا فقير، يلا هنعمل ايه، الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لا 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 لا, لا. يبقى كده ربنا هيسيبك للاكبر بتاعك اللي هو كل أنواع المخاوف بتاعتك دي، لأن جواك مش الله أكبر، جواك متسجل إن خوفك هو اللي أكبر، الحاسد هو اللي أكبر، الساحر هو اللي أكبر، مرضك هو اللي أكبر، فقرك هو اللي أكبر، مش متسجل جواك الله أكبر بمعنى الكلمة. فياريت ياريت كلنا نعمل التمرين ده، تمرين لنفسك، يعني انت بتحفر جوه قلبك ان ربك قادر وكبير واكبر من كل شيء انت خايف منه. لو استشعرت ده فعلا جواك، ربك هيفجر لك كل الخوف من كل شيء انت حطه في قلبك، لانه فعلا جواك اكبر. لكن لو فضلت تفكر في اللي خايف منه، ايا كان اللي خايف منه، ربنا هيسيبك ليه، لان هو ده الاكبر بتاعك. فيلا نتغلب على الخوف بتاعنا، يلا يعني ندمره وننسفه من جوانا، ونحس قوي قوي قدرة ربنا انه قادر على كل شيء، ان الله على كل شيء قدير. لو حسينا بيها فعلا وغرزناها جوانا بجد، هتشوفوا معجزات، والله هتشوفوا معجزات في الدنيا، وهتسعدوا في الدنيا وفي الآخرة. تابعوني دايما على قناة NG On Live، واعملوا سبسكرايب للقناة عشان يجيلكم كل جديد. دمتم بكل خير.